في المباراه، لان انا لسه عايز اتكلم معاكم الاول عن كاس العالم للانديه، بس انا باخد بريف عن المباراه. تمام. كريم طبعا لا يعني ماتش النهارده كانت اسلام بصراحه واحد من أسوأ مباريات الاهلي السنه دي بصراحه، يعني اعتقد المباراه الاكثر على الاقل الشوط الاول يعني الشوط الثاني تقدر ها، لكن الاول ده صعب قوي. اصل مباراه يعني احنا لعبنا النهارده كابتن اسلام 100 دقيقه حقيقي، 100 دقيقه انا اشك بس المفروض كنت تلعب 113 خلي نعم؟ بالك المفروض كنت تلعب لا سوري 110 ماشي، يعني احنا اوكي 100 دقيقه دي انا اشك ان اي حد يفتكر اي فرصه خطيره للنادي الاهلي على مرمى هاني سليمان. تصويبه لكريم فؤاد في الشوط الاول وكوره محمود متولي اعتقد في او حمدي فتحي الهيد في الشوط الثاني الشوط الثاني، لا وما تعتبرش الهيد ده من بعيد كمان، فتخيل يعني 100 دقيقه او يعني الدقائق اللي احنا لعبناها ما قدرناش نعمل فرصه محققه على مرمى سموحه، الفريق اللي هو اصلا السنه دي سموحه متاخر جدا جدا في الدوري. بس خلي بالك احنا لازم تبقى عارف ان كل الدوافع اللي لعب بيها سموحه النهارده لو سموحه ما كانش اتعادل نعم. كان كابتن طارق العشري بنسبه 99% خارج الفريق وبالتالي نعم. هو طبعا كله بيجي يحل مشاكله قدام النادي الاهلي، انا ده فاهمه وده طول عمر النادي الاهلي فيه، ولكن انا بكلمك على طريقه اللعب، فانت لما بتلاقي 10 تحت الكوره يعني انا هقول لك حاجه نعم. شوف سموحه دي في المباراه اللي جايه ايوه خلي بالك اصل دي طريقه لعب الكابتن طارق نعم. هي مناسبه لفريق زي النادي ضد ما تلعب ضد فريق زي النادي الاهلي، لكن هي مش مناسبه لما تلعب ضد فريق زي حرس الحدود مثلا. فاهم قصدي ولا انا كل ده مش لا مش مختلف خالص، انا متفق على كل ده، بس تاني احنا بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي بصراحه. انا في الحته دي هقتبس بس يعني مشهد كلنا اعتقد معظم المتابعين شافوه في فاينل المونديال، الفيديو اللي انتشر للاعيبه المنتخب فرنسا وديدي ديشام في اوضه اللبس ما بين الشوطين. يا جماعه الناس دي ما اتكلمتش كلمه فنيه او تكتيكيه، صحيح والله الفيديو كله ما فيش ولا كلمه ديدي ديشام قالها فنيه او تكتيكيه، او قال مثلا ايه احنا عندنا ازمه في مركز الجناح الايمن فلما احنا بنخش العمق هم بيطلع، ما قالش حرف واحد تكتك. المحاضره كلها اللي كانت مدتها 10 دقائق كلها نقاش وبيتكلموا معنوي بيفوقوا بعض، احنا ما جيناش يا جماعه ما ينفعش بدل ما شكلنا فاينل مونديال هم جم احنا ما جيناش، ده الراجل قاعد يقول وقاعد يزيد وطبعا بلغه لحد ما كانت عاده شويه. فانا في وجهه نظري يا جماعه في بعض الاحيان التاكتكس مش محتاجه ان هي تبقى الحل، شخصيه لاعب النادي الاهلي يجب ان هي تظهر وتخلص الموضوع. يعني النهارده انا ما ينفعش من الدقيقة 84 للدقيقة 95 انا حسبتها احنا عملنا 12 ميس باس في تلت ملعب سموح، مش عندنا في تلت ملعب سموح اللي هو المفروض الوقت ده يا كابتن اسلام اكتر وقت فيه تركيز للعيبه، يعني المفروض احنا مركزين ليه؟ لان انا عايز بقى احاول اخطف في الدقائق الاخيره دي اخطف، فلا احنا محتاجين فعلا محتاجين وقفه مع الحلول الثانيه عندنا. اذا الحل الاول وقف يعني طبعا اكيد 100% الجهاز الفني بيحضروا بيذاكروا، انت برضه قلت في الانترو ان مارسيل كولر بيذاكر كتير قوي ومعاه جهاز فني اكيد. طب لو ده اتقفل لازم يكون عندي اوبشن بي، واوبشن بي برضه في جزء عند اللعيبه، هو النهارده كولر قال برضه اللعيبه عندها جزء في لا احنا في رياضه، والرياضه احنا بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي لعيبه كلاس ايه، صحيح لعيبه كلاس ايه، ساعات لو انت اصلا الحلول التكتيكيه والفنيه راحت واعضاك الاسلام بكل امانه ساعات اللعيبه في الملعب بتتكلم مع بعض يا جماعه احنا هنعمل كذا. الحقيقه انا برضو مش عايز اروح لقصه اللاعبين ليه، لانه انا لو قلت اللعيبه ناس تقول لك ده اصله بيدافع عن المدرب وبيطبل للمدرب والله ما الناس هنا يعني بس هي وجهات نظر يعني، لكن انا بقول كده ان في مثل هذه المباريات ومثل هذه الامور انا كنت بشوفها كده، ما كنتش ببص مين اللي قاعد بره على قد ما انا كنت انا عايز اكسب. ايوه صح لا تعبان بقى مش تعبان مش في الكوره بس يا كابتن والله، لكن في بعض الاوقات انت بتبقى الكوره مش خلاص بقى صح قفلت والله صح، بس كويس ان انت اتعادلت، بس لازم الناس تحس ان لازم احنا النهارده انا معاك في 100% يعني عرقنا وجرينا وعملنا كل ما يمكن فعله، بس فعلا النهارده يا جماعه طب انا عايز اناقش معاكم في لانه